السلام عليكم، بقالي كتير ما عملتش كروشيه، حبيت ارجع معاكم بشنطه جديده تنفع سهره ومناسبات وكمان خروج. هنستخدم خيط السلسله وابره 3.5. هنبدا بغرزه البدايه او عقده البدايه، وبعدين هرتفع 18 سلسله وارتفع كمان 3 سلاسل زيادة، يبقى المجموع معانا 21 سلسلة. نعمل غرزة حشو في رابع سلسلة، بعدين غرزة حشو لنهاية الصف. ايوه كده، دي الغرزة الأخيرة معانا. ألف الشغل وأعمل 3 غرزة حشو في أول 3 سلاسل هتقابلني. دي أول غرزة، وفي السلسلة التانية نعمل الغرزة الحشو التانية، سلسلة هنعمل غرزة الحشو التالتة. في السلسلة الرابعة هنلف الخيط على الإبرة وندخل تحت حرف الفي، نسحب الخيط كأننا بنعمل عمود بلفة، نلف الخيط على الإبرة ونسحب الخيط من أول لفتين، هيبقى معانا 2 لفة على الإبرة. نسحب الخيط من على الإبرة ونسحب من لفة واحدة تاني، نلف الخيط على الإبرة وندخل في نفس الغرزة اللي هي السلسلة الرابعة تحت حرف الفي، نلف الخيط على الإبرة وندخل نسحب الخيط، هيبقى معانا 4 لفات على الإبرة. نسحب الخيط من أول لفتين وبعدين نسحب الخيط تاني من تاني لفتين، هيبقى معانا 3 لفات. هنلف الخيط على الإبرة وندخل في نفس السلسلة تحت حرف الفي، هيبقى معانا 5 لفات على الإبرة. نسحب الخيط من أول لفتين، بعدين نسحب الخيط من تاني لفتين، أصبح معانا 4 لفات على الإبرة. هنلف الخيط على الإبرة ونسحب الخيط من الأربع لفات مرة واحدة، بعدين هنعمل غرزة منزلقة. طيب هنيجي بقى في السلسلة الخامسة هنعمل إيه؟ هنعمل غرزة حشو عادية، بعدين هنعمل غرزة حشو وكمان غرزة حشو، يبقى 3 غرزة حشو بعد الغرزة بتاعتنا. بعد كده بنفس الطريقة في السلسلة الرابعة هنعمل الغرزة بتاعتنا، هنلف الخيط على الإبرة، ندخل نسحب الخيط كأنه عمود بلفة، بعدين نلف الخيط على الإبرة ونسحب من أول لفتين، نلف الخيط على الإبرة ونسحب من لفة، هيبقى معانا لفتين على الإبرة. بعدين هندخل ندخل نلف الخيط على الإبرة وندخل نسحب الخيط، وبعد كده نسحب الخيط من أول لفتين، وبعد كده نسحب الخيط من لفة، نلف الخيط على الإبرة وندخل نسحب الخيط، وبعدين نسحب من أول لفتين، وبعدين نسحب من لفة، هيبقى معانا 4 لفات على الإبرة. بعدين نسحب الخيط من الأربع لفات ونعمل غرزة منزلقة، والغرزة اللي بعد كده غرزة حشو. هنستمر على كده 3 غرز حشو والغرزة بتاعتنا.
هلف الشغل، وبعدين هبدأ أعمل غرزة حشو في السطر التاني. أول غرزة حشو، وبعدين في تاني وتالت كل واحدة غرزة حشو، وهاجي عند الغرزة بتاعتنا من فوق في المنتصف كده في الثلاث غرز اللي بعدها هعمل غرزة حشو في كل غرزة، وبنفس الطريقة زي ما احنا ما شايفين كده اهو، اعمل غرزة حشو، وادي الغرزة اللي بعدها اعمل غرزة حشو. يبقى انا بعمل 3 حشو، وفي الغرزة بتاعتنا غرزة الباف اعمل ايه؟ من فوق في المنتصف اعمل غرزة حشو على طول السطر زي ما هو واضح اهو. هستمر على كده لحد نهاية السطر. بعدين هلف الشغل وادخل في اول غرزة اعمل غرزة حشو، بعدين هلف الخيط على الابرة، وفي تاني غرزة هبدأ اعمل الغرزة بتاعتنا بنفس الطريقة القديمة. يبقى انا في السطر الثالث عملت ايه؟ عملت غرزة حشو، وبعدين عملت الغرزة بتاعتنا في تاني سلسلة. اسحب الخيط، وبعدين غرزة منزلقة، والغرزة اللي بعدها اعمل غرزة حشو. ثلاثة حشو وبعدين اعمل الغرزة بتاعتنا، بس الموضوع ان انا في ثالث سطر ببدأ بغرزة حشو واحدة، وبعد كده اعمل الغرزة بتاعتنا. بعد كده هقلب الشغل واعمل غرزة حشو في كل السلسلة، وهستمر على كده لحد الطول المناسب اللي انا محتاجاه. طيب انا كده وصلت للطول المناسب اللي انا محتاجاه، زي ما احنا ما شايفين. بنفس الطريقة انا عملت جوانب للشنطة بس على اصغر شوية، هبدأ اقفل الشنطة بيهم. حطيت هنا بطانة للشنطة، وحبيت استخدم جزء من الكانفا بحيث ان الشنطة تكون جامدة معايا.
طب ازاي بقفل الشنطة؟ بحط الجانب على اول الشنطة وابدأ اعمل له خياطة في اول غرزة من الشنطة واول غرزة تقابله من الجانب. احاول اوضحه، ايوه، واسحب الخيط، مش هتبان خالص الخياطة. اركب قفل الشنطة ونشوف الشكل النهائي مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. سلام.